على مدى السنوات الخمسين الماضية، أحرزت البشرية قفزات عالية في مجال التقدم التكنولوجي والاكتشافات العلمية. لقد تجاوزنا باكتشافاتنا حدود نظامنا الشمسي، صنعنا آلات يمكنها التعلم، سخرنا قوة الشمس، وأعدنا بناء الحياة من الصفر. لقد أصبحنا قوة تنافس الطبيعة. إنها فترة لا مثيل لها في التاريخ. لقد غيرت المساعي البشرية كل شيء تقريبا، بدءا من الطريقة التي نعيش ونعمل بها وصولا للعمليات الطبيعية على الأرض. وبينما نتسابق نحو المستقبل، علينا أن نختبر تداعيات رحلتنا. في غضون عقود قليلة فقط، تمكنا من إرسال المركبات الفضائية لاستكشاف عوالم جديدة. السؤال الأهم عندما نتحدث عن المريخ عن إمكانية الحياة، وتعلمنا المزيد من تجاربنا. ما حدث للقمر حدث للأرض. لقد رجعنا في الزمن إلى الوراء. اصطدم ثقبان أسودان قبل 1,300,000,000 سنة، وكل ما حدث حدث بتلك الطريقة. وأعدنا تخيل الكون. حرفياً إن 70% من الكون مكون من هذه الطاقة المظلمة، 70% من كل شيء. بدأ تسلسل الإشعال، أنزل أرجل المركبة الآن، 1:30. هنا قاعدة الهدوء، هبطت المركبة إيجل. التوتر حبس أنفاسنا وها نحن نتنفس مجددا. عندما صعد نيل أرمسترونغ إلى غبار القمر قبل 50 عاما، كان هنالك 600,000,000 مشاهد، أي 5 سكان الأرض بالكامل، مرابطين أمام أجهزة التلفزة الخاصة بهم. إنها خطوة صغيرة للإنسان، لكنها قفزة عملاقة للبشرية. أتذكر ذلك اليوم كما لو كان أمس. اضطررت للبقاء في المنزل لأنه لم يكن لدينا تلفزيون في المدرسة، وتوسلت لوالدي دعني أبقى في المنزل، الناس يمشون على القمر. في تلك اللحظة حياتنا تغيرت، وصنعت الأحلام، وبزغ فجر حقبة جديدة من استكشاف الفضاء. القمر رفيقنا، إنه عالم آخر ولكنه قريب أيضاً، لذا فهو جزء من عالمنا. لم تكن لدي أدنى فكرة عندما كنت في 80 من عمري أنه بعد 50 عاما سأعمل في مكان يمكنني فيه النظر من نافذة مكتبي إلى طبق الاتصالات الفعلي الذي يحضر لي تلك الصور ويقوم ببثها حول العالم. ما هي جودة شاشة العرض؟ إنها ممتازة يا مايك، ممتازة بالفعل. كان حدثا اختصر ما يمكن تحقيقه من خلال تحديد أهداف كبيرة وجريئة. على حد تعبير الرئيس الأمريكي جون كينيدي، لم يتم اختيار مهمة الهبوط على القمر لأنها كانت سهلة، بل لأنها كانت صعبة. جميع الأطفال في ذلك الوقت أرادوا أن يكونوا رواد فضاء وعلماء صواريخ. كان هذا الشيء الذي نطمح أن نكونه. كانوا بمثابة نجوم موسيقى الروك. كان الهبوط على سطح القمر أحد أعظم المغامرات والتحديات التكنولوجية التي واجهتها البشرية، لكنها كانت البداية فقط. بعد وصول البشر إلى القمر، كان السؤال المطروح: ماذا بعد هذه الخطوة؟ في عام 1969، وهو عام الهبوط على سطح القمر، أعدت وكالة ناسا مهمتها الجريئة التالية لتطوير نظام نقل فضائي قابل لإعادة الاستخدام. لم يعد هدفنا الوصول إلى القمر، بل القيام بأشياء أخرى في الفضاء. والطريقة للقيام بذلك هي إيجاد طريقة أقل تكلفة عملياً، طريقة يسهل الوصول إليها لإجراء تجارب فضائية، فكان هذا برنامج مكوك الفضاء الأمريكي. كان من المفترض أن تكون مركبة تنقل الأشخاص إلى الفضاء، لكننا نحتاج أيضاً لأن تكون شاحنة لتتمكن من حمل البضائع، وبدلاً من وجود مركبتين منفصلتين للقيام بهذا النوع من العمل، تم دمجهما في واحدة. إن مكوك الفضاء لم يكن أبداً مثل حافلة الفضاء القابلة لإعادة الاستخدام كما تم تصورها. كانت تكلفة تشغيله وصيانته أعلى بكثير مما كان متوقعاً، وعانى من بعض الإخفاقات الكارثية.
أين تلك المعلمة كريستا ماكوليف التي ترغب بالسفر إلى الفضاء؟ هل هي أنت؟ في عام 1986 تحطم مكوك الفضاء تشالنجر بعد 73 ثانية من إطلاقه. قتل كل من كان على متن الطائرة. كان هناك عطل كبير. يا للهول! وبعد سبع سنوات تسببت ضربة من الحطام أثناء الإطلاق في تفكك مكوك الفضاء كولومبيا عند عودته. جميع رواد الفضاء السبعة لقوا حتفهم. على الرغم من أن البرنامج تعرض لكارثة، إلا أنه استمر في التقدم مرتقياً بالعلم إلى مراتب مذهلة. ما زال يقوم بأشياء مهمة وكبيرة في الفضاء منذ الثمانينيات وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. غيرت المشاريع التي أطلقها المكوك فهمنا للكون والحياة على الأرض وحتى جسم الإنسان. أعظم الموروثات كان تركيب تلسكوب هابل في عام 1990، وهو أشهر تلسكوب في العالم. تم إطلاق مكوك الفضاء ديسكفري حاملاً تلسكوب هابل الفضائي الذي أصبح نافذتنا على الكون. كان هابل أول تلسكوب بصري كبير يتم وضعه في الفضاء بتكلفة 1,500,000,000 دولار. لقد وعد بصور واضحة وضوح الشمس للكون خالية من التشويه الناتج عن الغلاف الجوي للأرض، ولكن عندما تم تنزيل الصور الأولى كانت غير واضحة. تحتوي مرآة هابل على ما يعرف بالانحراف الكروي. تم صقلها بشكل مسطح قليلاً بمقدار جزء من عرض شعرة الإنسان. استغرق الأمر 3 سنوات لمعرفة كيفية إصلاحها. نجح تلسكوب هابل لأنه بني ليتم إصلاحه بواسطة مكوك الفضاء الأمريكي. كان دائماً متقدماً من الناحية التكنولوجية لأنه كل بضع سنوات يحصل على المزيد من الوقود ويتم إصلاحه ويحصل على أدوات وترقيات جديدة. لكن إصلاح تلسكوب في الفضاء ليس بالمهمة السهلة. ما شاهده الناس من الأرض كان مثيراً للدهشة، إذ قام رواد الفضاء بالعديد من عمليات السير في الفضاء لتركيب عدسات متخصصة لتصحيح الخطأ. بمجرد أن تم إصلاحه، بدأ هابل في الوفاء بوعده، إذ أنتج بعضاً من أكثر الصور روعة وإبداعاً للكون، وصوراً استثنائية للعناقيد النجمية. لا يوجد شيء في الفضاء أو في علم الفلك لم يقم هابل باكتشافه، بدءاً من نمو الكون وتوسعه إلى تحديد تسارع ومواقع بعض الكواكب الأولى حول النجوم الأخرى إلى كيفية تشكل المجرات، وحتى النجوم نفسها كيف تخلق وتموت. لقد عاد هابل بنا سنوات ضوئية إلى الوراء، وساعد في تضييق عمر الكون إلى 13,800,000,000 سنة. لقد كان حاسماً لاكتشاف الثقوب السوداء والطاقة المظلمة وما أبعد من المجرات. كان تلسكوب هابل يقترب من 30 عاماً، ومع ذلك بقي التلسكوب الأكثر تطوراً وتقدماً الذي يستخدمه علماء الفلك. فقد أخبرنا ببعض الأشياء الأساسية، ليس فقط عن الكون، ولكن عن وجودنا. في عام 1998، بعد 8 سنوات من إطلاق هابل، بدأت بعثات المكوك مهمتها النهائية، وهي إنشاء منزل دائم لرواد الفضاء في الفضاء. كانت محطة الفضاء الدولية. كانت محطة الفضاء الدولية أغلى شيء بناه البشر على الإطلاق بقيمة 150 مليار دولار، وكان العامل الأساسي في إنشائها مكوك الفضاء. كان من المقرر أن تكون محطة الفضاء الدولية مختبراً فضائياً قام بتجميعه رواد الفضاء بمساعدة أذرع آلية. أكبر من منزل من 5 غرف نوم، تعمل محطة الفضاء الدولية على إدارة أنشطتها وتشغيلها من خلال منظومات كبيرة لتوليد الطاقة الشمسية. أعتقد أن ما يقارب من 50 أو 100 دولة مختلفة أجرت نوعاً من التجارب على المحطة الفضائية. كانت بالفعل البوابة الدولية لتجارب الفضاء.
حتى رواد الفضاء أصبحوا حقول تجارب علمية، إذ كانوا يأكلون ويعملون وينامون خارج حدود الأرض. عندما دار رواد فضاء أبولو حول القمر، كان هناك الكثير من القلق بشأن الآثار الصحية المترتبة عليهم. لكن بعد ذلك طرحنا أحد الأسئلة البسيطة: ماذا يحدث عندما تقضي الكثير من الوقت في الفضاء؟ كان اكتشاف مدى تأثير السفر في الفضاء على المدى الطويل على جسم الإنسان هدفاً رئيسياً. لقد تبين أن الفضاء له العديد من الآثار الضارة. تعرض الكثيرون لانخفاض في كثافة العظام واشتكوا من مشاكل في الرؤية، لكنك قد تعود من الفضاء أطول قامة نتيجة تمدد أجسامنا بسبب نقص الجاذبية. نعلم أن هناك مشاكل في القلب إضافة للعديد من المشاكل الفسيولوجية المختلفة الناجمة عن الوجود في الفضاء. بالعودة إلى الأرض، سمحت وحدات تحاكي محطة الفضاء الدولية لرواد الفضاء بالتدريب على ظروف معيشية وعمل مختلفة بشكل كبير. يحتاج رواد الفضاء إلى التدرب على مهامهم ومعرفة أين تجهيزاتهم وأين تجاربهم العلمية وما هي مساحة حجراتهم الخاصة. كما تم بناء مكان ضخم للتدريب تحت الماء، بحيث يمكن لرواد الفضاء تنفيذ مهام محددة في بيئة تحاكي حالة انعدام الجاذبية. لديهم ما يسمى خزان الطفو المحايد في مركز جونسون للفضاء. يرتدي رواد الفضاء بدلاتهم الفضائية الكاملة، يتم ضبط أوزانهم بطريقة معينة حتى يصبحوا قادرين على الطواف بشكل محايد، لا يرتفعون ولا يهبطون، يطوفون في الماء ويرون كيف سيكون العمل خارج المحطة عندما يحتاجون لإجراء إصلاحات. قام رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية بزراعة النباتات والبلورات في الفضاء، ودرسوا تأثيرات انعدام الجاذبية على الحياة البحرية وعلى السوائل والنار. ولكن بالإضافة إلى مختبر الفضاء، قدمت محطة الفضاء الدولية أيضاً نافذة رائعة للحياة على الأرض. إذن يمكنك أن ترى كيف يبدو العالم. اليوم تم إطلاق قمر جديد إلى الفضاء، كرة معدنية بقياس 23 بوصة وضعت في المدار بواسطة صاروخ روسي. منذ إطلاق أول قمر اصطناعي سبوتنيك عام 1957، استخدم العلماء الفضاء كمنصة فريدة لاستكشاف المزيد عن كوكبنا الأزرق. تم إطلاق أكثر من 8000 قمر اصطناعي في هذا الوقت لتحليل جوانب مختلفة من غلافنا الجوي وسطحنا، كما أحدثت الأقمار الاصطناعية ثورة في مجال الاتصالات والملاحة. لكن لعقود من الزمن كان إرسال المركبات إلى الفضاء في أيدي اللاعبين الكبار فقط. تفعل أي شيء تريده في الفضاء إن كنت تملك المال الكافي. السؤال هو: هل لديك مال كاف؟ وعادة ما تكون الإجابة لا. في أواخر التسعينيات كانت لدى أستاذين في كاليفورنيا فكرة ثورية، وهي بناء أقمار اصطناعية أصغر وأرخص بكثير لمساعدة الطلاب على اكتساب الخبرة الهندسية، وبكونها ذات حمولة صغيرة يمكنها أن تركب على الصواريخ التي تحمل حمولات أكبر ما يقلل التكاليف. تسمى هذه الأقمار كيوبسات. كان تصميمها الأساسي عبارة عن مكعب طول ضلعه 10 سنتيمترات ويزن أكثر من كيلوغرام. يمكن تصنيع الأقمار الاصطناعية بكميات كبيرة، بالإمكان أن تكون خفيفة ورخيصة الثمن، ويمكن بناؤها وإطلاقها في غضون بضعة أشهر. لذا فقد غيروا الطريقة التي تقوم عليها علوم الفضاء، وبالتالي أي شيء يمكنك وضعه في قمر اصطناعي كبير كالكاميرات ومعدات الاتصالات ومراقبة الطقس يمكنك وضعه في الكيوبسات. تم إطلاق أول 6 أقمار كيوبسات في المدار في عام 2003 من قبل روسيا، وفي غضون 15 عاماً تم إطلاق أكثر من 2000 قمر اصطناعي بسبب تكلفتها المنخفضة وإمكانية الوصول إليها. ساعدت الكيوبسات على تأميم الفضاء. تمتلك غالبية البلدان برنامجاً فضائياً وبنت أشياء لأنها تستطيع صنع هذه الأقمار الاصطناعية الصغيرة. يمكنك الآن الاتصال بالإنترنت والبحث عن أجزاء من الكيوبسات والقيام بأشياء خاصة بك والدفع لشركة صواريخ لإطلاقها إذا كانت ستأخذك. بينما تخطط الشركات لبناء المزيد من الكيوبسات من أجل تغطية أكبر، فإن وجودها في الفضاء على وشك التوسع أكثر. لكن الكم الهائل من الأجسام التي من صنع الإنسان في المدار يمثل بالفعل خطراً حقيقياً، وستتسبب الكيوبسات في تفاقم مشكلة الفوضى الكبيرة المتمثلة في النفايات الفضائية. خردة الفضاء بحكم تعريفها هي أشياء من صنع الإنسان،
لذلك فهي بالحقيقة أجزاء صغيرة من الأقمار الاصطناعية المدمرة، الكثير منها عبارة عن أجسام المنصة الثالثة من الصواريخ. قديما كانوا يطلقون صاروخا ويتركون فيه الوقود، سيبقى في المدار وبعد ذلك بمرور الوقت سينفجر ويتناثر 5 أو 10 آلاف جزء من النفايات الفضائية في كل مرة ينفجر فيها أحد هذه الصواريخ. التحرك بسرعة حوالي 30,000 كيلومتر في الساعة من الممكن أن يجعل حتى أصغر القطع بمثابة صواريخ خطيرة. لها تأثير فائق السرعة، إنها من 7 إلى 10 أضعاف سرعة الرصاصة، لذلك حتى بقعة صغيرة من الطلاء ستحدث ثقباً في الزجاج الأمامي للمركبة. يحتوي مكوك الفضاء على قطع متناثرة من الزجاج الأمامي على طول النافذة المصفحة، نتجت فقط عن بقعة واحدة من الطلاء. أصبح المدار الأرضي المنخفض الآن مليئاً بالخردة، وهو يتطلب فرقاً من الأشخاص لتتبع كل قطعة والتحذير من أي اصطدامات محتملة. في الماضي كان سلاح الجو الأمريكي هو المسؤول بشكل أساسي، كانوا يتتبعون كل شيء في الفضاء، ولكن الآن هناك إدارة كاملة لحركة مرور الفضاء، والمحطة الفضائية نفسها تقوم بمناورات عدة مرات في السنة لتجنب الاصطدامات المتوقعة، لأن هذا يجعل حياة الإنسان على متنها أقل عرضة للمخاطر. تتراوح أفكار إزالة المخلفات الفضائية من استخدام الشباك والحراب وصولاً إلى البنادق الإلكترونية. في أستراليا بدأت الأنظمة الفضائية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية بالفعل في تطوير وبناء مفهومها الجديد، إنه عبارة عن شعاع ليزر من الأرض إلى الفضاء. لدينا محطة تتبع في جبل سترومل، حيث نبني تلسكوباً بطول مترين، وهي طريقة لتركيز الشعاع عبر الغلاف الجوي، ونطلق عليها اسم الدفع، وذلك باستخدام قوى الضغط الفوتونية لدفع أجزاء من الحطام الفضائي برفق إلى مسار غير تصادمي. قد يكون مدار الأرض مزدحماً الآن، ولكن من المقرر أن يصبح أكثر انشغالاً مع تزايد خصخصة البعثات الفضائية. كان أكبر قرار منفرد غذى استكشاف الفضاء في 20 سنة الماضية هو قرار الرئيس جورج دبليو بوش بإلغاء تمويل برنامج مكوك الفضاء والسماح للشركات الخاصة بتقديم عطاءات على عقود ناسا. هذا العام نشهد ثمار ذلك. سنرى شركتين خاصتين على الأقل ترسلان بشراً إلى الفضاء. لقد اشترى الناس تذاكر للتجول حول القمر في العام 2022. سيحدث هذا، وهذا ليس أمراً مستبعداً. إن الهدف الجوهري من أبحاث الفضاء واستكشافه هو السعي لفهم مكانتنا في الكون واكتشاف أي نوع من العوالم الموجودة خارج عالمنا. إنها مهمة تتضمن المغامرة بعيداً في النظام الشمسي. حتى عندما هبط أول رائد فضاء على القمر، بدأت مركبات فضائية أخرى بالفعل في إجراء أول لقاءات قريبة مع جيراننا من الكواكب. بدأت المسابير الأولى في الذهاب للفضاء في أوائل الستينيات. كانت هناك رحلات تحليق لأماكن كالمريخ عام 1965. تم تسلم صور الأولى لصور قريبة من المريخ هنا في محطة التتبع الفضائي. يقع مكتب غلين نيجل في إحدى محطات شبكة ديب سبيس الثلاث التابعة لناسا. تأسست عام 1964 وهي تشكل أكبر نظام اتصالات وأكثرها حساسية في العالم، وتتتبع وتستقبل البيانات من بعثات المركبات الفضائية بين الكواكب. كانت لدى ناسا أول محطة في كاليفورنيا، وكانت تشرف على ثلث العالم من كلا الجانبين. مر هذا الخط عبر إسبانيا، لذا كانت لدى ناسا محطة أخرى في نصف الكرة الشمالي هناك. امتد الخط الآخر على طول الساحل الشرقي لأستراليا. تم اختيار كامبيرا في النهاية لأن وجودنا في واد هادئ يمنحنا الفرصة لالتقاط الإشارات من أقاصي النظام الشمسي. تتطلب الهوائيات اللاسلكية العملاقة وأجهزة الإرسال القوية أقل قدر ممكن من التشويش والتداخل، لأنها تلتقط اتصالات الموجات اللاسلكية من المركبات التي تبعد مليارات الكيلومترات. نحن جادون، وظيفتنا هي الوصول للقمر وما بعده، وبقية الكون هو وجهتنا التالية. انتقلت شبكة ديب سبيس من تتبع مركبة فضائية واحدة أو اثنتين فقط إلى حوالي 35 في يومنا هذا، زيادة بنحو 10 أضعاف في عدد المهمات الفضائية على مدى السنوات الخمسين الماضية، وهذا يعني أن حجم البيانات الواردة 1,000,000 ضعف.
في عام 1977 تم إرسال أول مركبة متطورة لاستكشاف النظام الشمسي، وهما فويجر 1 وفويجر 2، وقد تم تجهيزهما بكاميرات تلفزيونية ومجموعة من أجهزة الاستشعار. استخدمت فويجر 8 أشرطة تتبع للمسار، أشرطة تسجيل مغناطيسية للقيام بكافة عمليات تسجيل المعلومات الخاصة بها. ليست متطورة للغاية وفقاً لمعايير اليوم، ولكنها بالنسبة لهم متطورة. صممت بعثات فويجر للاستفادة من سلسلة كواكب المشتري وزحل وأورانوس ونبتون النادرة. إن استخدام جاذبية كل كوكب للتأرجح على الكوكب التالي سيوفر الوقود والوقت. أطلقت بعد 4 أشهر من ظهور أول فيلم حرب النجوم. هذا يعطيهم فكرة متى حدث كل هذا، منذ زمن بعيد في مجرة بعيدة. انطلقنا من السفينة العملاقة التي تحمل أول مركبتين فضائيتين فويجر لتوسيع مدارك الإنسان في النظام الشمسي أكثر من أي وقت مضى. بنيت لتدوم 5 سنوات فقط، وكان يعتقد أنه من غير المحتمل أن تتمكن مركبات فويجر من زيارة جميع الكواكب الأربعة، وكان الهدف الرئيسي المشتري وزحل. تعلمنا ماهية العواصف الكهربائية والأغلفة الجوية لتلك الكواكب والمزيد عن المجالات المغناطيسية وعن جاذبيتها، ونحاول معرفة المزيد عن التكوينات الداخلية للكوكب وعن بنيتها من خلال المركبات الفضائية الأخرى التي تبعت فويجر. أرسلت مركبات فويجر صوراً متميزة ونادرة للبقعة الحمراء العظيمة، وهي نظام الضغط العالي المستمر في الغلاف الجوي العاصفي لكوكب المشتري، وهي ميزة أبهرت علماء الفلك لأكثر من قرن. تبين أن الأقمار هي الأكثر روعة. عندما تذهب إلى كوكب المشتري وترصد الأقمار الخاصة كالقمر آيو، تكتشف أنه قمر بركاني. رأوا للمرة الأولى بعض هذه الأعمدة الصغيرة فوقه. اعتقدوا أنها كانت حالة شاذة في الكاميرا. كانت براكين نشطة. اكتشفت للمرة الأولى خارج الأرض، وكانت تقذف مواد على ارتفاع مئات الكيلومترات فوق سطح هذا القمر. ثم على العكس تماماً، وجدنا قمر أوروبا، وهو قمر جليدي تغطيه الأنهار الجليدية وأسطحاً متصدعة تشبه إلى حد كبير مناطق القارة القطبية الجنوبية هنا على الأرض. تحت هذا السطح الجليدي يوجد محيط على عمق مئات الكيلومترات مع تيارات دافئة متداولة فيه، مسببة تشققاً في السطح وجلب المواد العضوية. هناك بعض الدلائل المحيرة لعالم محتمل يمكن أن يدعم الحياة. تجاوزت المركبة المزدوجة التوقعات بما يتجاوز بكثير فترة 5 سنوات المتوقعة. وصلت فويجر 2 إلى أورانوس ونبتون بحلول أواخر الثمانينيات، وهي المركبة الوحيدة التي التقطت صوراً عن قرب لتلك الكواكب. انطلقت فويجر 1 في مسار جديد لتصبح أول مركبة تصل إلى الفضاء بين النجوم عام 2012، ولا تزال المركبة الأكثر بعداً عن الأرض على مسافة تزيد عن 21 مليار كيلومتر، وهذه المسافة مستمرة في الازدياد. ما زلنا نتواصل مع مركبات فويجر الفضائية هذه بعد أكثر من 41 عاماً في الفضاء. هما الآن إرث لجميع المهمات التي نراها اليوم. مهدت المركبة الفضائية فويجر الطريق للجيل القادم، وهو المسبار كاسيني الذي أطلق عام 1997 وقضى أكثر من عقد في استكشاف زحل وأقماره الجليدية، مسلحاً بأدوات خاصة لقياس وتحليل وتصوير مجال الظروف الجوية وأطياف الضوء. أرسل المناظر التفصيلية الأولى لحلقات زحل المذهلة. انتشر على تلك الحلقات الجميلة 200,000 كيلومتر جنباً إلى جنب، مليارات من قطع الصخور والجليد، كل شيء بدءاً من أصغر حبيبات الغبار وصولاً إلى الصخور الكبيرة كالجبال. كنا نعتقد في السابق أن حلقات زحل كانت موجودة ربما لمليارات السنين، لكن تبين أن عمرها لم يتجاوز بضع مئات الملايين من السنين. من المحتمل أن يكون سببها تفكك أقمار أصغر ومواد مذنبة وأشياء أخرى اقتربت قليلاً من زحل فتمزقت بسبب سرعة دورانه ومجاله المغناطيسي ومجال جاذبيته. استقل مسبار وكالة الفضاء الأوروبية هايجنز على متن كاسيني، والذي قام بهبوط ناجح على قمر زحل العملاق تايتن.
آمال وأحلام الآلاف من العلماء والمهندسين تكمن في اللحظات القليلة القادمة. أحدث تايتن إثارة هائلة بملامحه الشبيهة بالأرض من الكثبان والأنهار والبحيرات والبحار. إنه عالم مشابه جداً للطريقة التي كانت عليها الأرض ربما قبل 3 أو 3.5 مليار سنة مضت، عندما كان للعالم الأرضي غلاف جوي سام، وكانت السماء تمطر مواد كيميائية عضوية، وكانت هناك بحيرات ليس من الماء الذي نعرفه على سطح الأرض، لكن أشياء مثل الإيثان والميثان السائل، بعض اللبنات الأساسية للحياة. في كل مكان نذهب إليه نجد كبسولات زمنية لنظامنا الشمسي على مدى مليارات السنين، وكلها جزء من قصة كوكب الأرض. مع إطلاق مهمة المسبار الفضائي جونو إلى المشتري عام 2011، وضعت وكالة ناسا عملية جمع البيانات في أيدي العامة. أعادت الكاميرا الموجودة على متنها جونو كام صوراً مذهلة للكوكب العملاق في مواقع يختارها الجمهور. لذلك يمكن للعامة الانتقال إلى موقع البعثات على الويب واقتراح الصور التي يعتقدون أنه يجب التقاطها أثناء كل رحلة، ثم تذهب أفضل الاقتراحات إلى المركبة الفضائية التي تلتقط الصور. تعود البيانات عبر ديب سبيس، ثم يقوم الجمهور بمعالجتها. أحد الأهداف الرئيسية في المسح الدقيق للكواكب والأقمار الأخرى هو البحث عن الحياة، وأحد أكبر متطلبات وجود الحياة هو الماء. تبين أن الماء موجود في كل مكان. النظام الشمسي الخارجي مملوء بالجليد، في كل مكان تنظر فيه إلى كل الأجسام والكواكب هناك ترى أنها مصنوعة من الجليد إلى حد كبير. في النظام الشمسي الداخلي الجليد والماء نادران جداً. الكواكب الأرضية مغطاة ببساطة بطبقة رقيقة جداً من المحيطات أو الغلاف الجوي أو الغطاء الجليدي القطبي. انكشف تاريخ قدوم هذه الأشياء ومكانها، هل أتت من النظام الشمسي الخارجي؟ هل كانت محضرة نوعاً ما عندما تشكلت الكواكب؟ هو جزء من اهتمامنا بدراسة الجليد في جميع أنحاء النظام الشمسي. حتى المذنبات التي تعتبر أقدم الأجسام وأكثرها بدائية في نظامنا الشمسي تحتوي على الماء وربما بذور الحياة. إن هذا جزء أساسي من إعجابنا بالمذنبات التي ربما جلبت الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام لكوكبنا بما في ذلك الماء. كان التحقيق في تركيبها الكيميائي هو محور مهمة روزيتا الاستثنائية لوكالة الفضاء الأوروبية التي تم إطلاقها في عام 2004. زرنا عدداً من المذنبات بمركبات أخرى، ووجدنا أن تلك المذنبات تحتوي على بعض اللبنات الأساسية للحياة، وخصوصاً بعض الأحماض الأمينية التي تجعل تطوير البروتينات ممكناً، والتي هي الأعمدة الأساسية لأشكال الحياة على هذا الكوكب. كانت روزيتا أول مهمة تدور حول مذنب وتدرسه وتهبط عليه، وأثناء اندفاعها نحو الشمس بسرعة تزيد على 130 ألف كيلومتر في الساعة، اكتشفت وجود الماء على المذنب كما هو متوقع، لكنه كان مختلفاً عن الماء الموجود على الأرض. في حالة هذا المذنب بالذات، تشوريموف وجيراسامينكو اكتشفا أن الماء هناك لا يحتوي على نفس نسب المواد للماء الموجود هنا على كوكبنا. كان هذا جزءاً مثيراً للاهتمام من القصة التي مفادها أن المذنبات، كذلك المذنب بالذات، لم تكن جزءاً من قصة إدخال الماء إلى الأرض. حتى القمر المغبر الذي كان يعتقد أنه جاف للغاية عندما هبط رواد الفضاء على سطحه قبل 50 عاماً، وجد أنه يحتوي على آثار من الماء. سمحت التحسينات في التكنولوجيا بإجراء اكتشافات جديدة حول العينات التي تم جمعها منذ عقود. بعض العينات التي جمعتها مهمة أبولو كانت عبارة عن زجاج بركاني صغير يطلق عليه حبيبات بركانية. عندما تقوم بتحليلها يمكنك رؤية الغازات الموجودة داخل السطح. وعندما اختبروا هذه الحبيبات الزجاجية البركانية للمرة الأولى بعد مهمة أبولو مباشرة، لم يكتشفوا فيها أي ماء. لكن مع تقدم التكنولوجيا، تمكننا من النظر إلى هذه الحبيبات الزجاجية الآن بتقنيات أكثر تقدماً، وتبين وجود ماء. منذ اكتشاف المياه في الحبيبات البركانية عام 2008، كان هناك المزيد من الدلائل المحيرة التي تشير إلى خزانات المياه على القمر. إن الماء على القمر مهم لأسباب مختلفة. أحد الأسباب هو أننا إذا أردنا أن نستكشف القمر والنظام الشمسي، فإننا بحاجة إلى موارد للقيام بذلك.
والماء مهم جداً لدعم الحياة، ولكن أيضاً للوقود. يمكن صنع الوقود من الماء. يعتقد الناس أننا بذهابنا إلى القمر اكتشفنا كل شيء عنه. في الواقع، ما زلنا لا نعرف الكثير عن القمر وتكوينه، ومن المهم جداً معرفة ذلك، لأن ما حدث للقمر حدث للأرض. من بين جميع الأجرام السماوية التي قد تتوفر فيها متطلبات الحياة، هو أقرب جيراننا من بين الكواكب، والذي كان سبباً في معظم الإثارة وتشويق. إنه كوكب المريخ. فتنا بالحياة على المريخ منذ اللحظة التي تمكنا فيها من النظر إليه عن طريق التلسكوب. كان عالم الفلك الهولندي كريس هايجنز أول من لاحظ أن للمريخ غلافاً جوياً ومعدل دوران، وقد تخيل أنه عالم يشبه إلى حد كبير أوروبا في القرن 17. لقد تخيل أن كل أنواع الأشياء التي نملكها على الأرض يمكن أن تكون موجودة على سطح المريخ. تحطمت الأحلام التي كانت ترى المريخ شبيهاً بالأرض مع أول مهمة طيران في الستينيات. كان لسطح المريخ من خلال رصده من القمر غلاف جوي رقيق للغاية، لذلك حطمت هذه النظرة آمال وأحلام العديد من الناس باحتمالية وجود حياة على المريخ حالياً. قادت هذه الأسئلة البعثات اللاحقة إلى الهبوط على سطح المريخ وإلقاء نظرة فاحصة. دائماً ما يكون سؤال احتمالية وجود الحياة هو السؤال الأكثر أهمية عندما نتحدث عن المريخ، لكن عندما يتعلق الأمر باحتمالية وجود حياة فإن هذا يرتبط بالتاريخ الجيولوجي الكامل للكوكب، وبخاصة عند مقارنته بالتاريخ الجيولوجي للأرض. نعلم أن كلا الكوكبين تشكلا تقريباً في الوقت نفسه، لكنهما اتخذا مسارات تطورية مختلفة. أقلعت المحركات منطلقة بصاروخ دلتا 2 الذي يحمل المركبة سبيريت من الأرض إلى كوكب المريخ. هبطت المركبة روفرز على سطح المريخ منذ السبعينيات، لكن لم يأسر أي منها قلوب العلماء والجمهور مثل مركبتي سبيريت وأبورتيونيتي اللتين هبطتا على الكوكب الأحمر في عام 2004. دخلنا الغلاف الجوي، نحن على أرض الكوكب. ها هو ذا. هذا رائع، يا للهول، هذا رائع. نعم، أخيراً. أصبحت المركبة سبيريت خليفة المركبة روفرز الصغيرة التي بإمكانها تحقيق هدفها. كان عليها أن تكافح من أجل كل جزء من العلم وكل إنجاز تحققه، وهي تكافح عبر سطح المريخ وتتسلق جبلاً صغيراً لتصل إلى قمته. بالنسبة لشقيقتها المركبة الجوالة أبورتيونيتي، بدأ أن كل شيء تحت السيطرة، وحصلت على نتائج علمية وشقت طريقها عبر السطح من دون أي مشكلة على الإطلاق. هبطت المركبتان المتجولتان تفصلهما عن بعضهما بضعة أسابيع فقط بهدف مشترك، وهو البحث عن علامات لوجود المياه ولمعرفة ما إذا كان الكوكب الأحمر يمكن أن يدعم الحياة في يوم من الأيام. التقطت المركبة سبيريت أول صور ملونة للمريخ بما فيها تلك الصور البانورامية الرائعة، ووجدت العديد من العلامات على وجود نشاط بركاني ونشاط مائي في الماضي، واستمرت أكثر من التوقعات إلى أن علقت إحدى عجلاتها في رمال المريخ. فقدنا الاتصال مع سبيريت بين عامي 2010 و2011، وكان ذلك وقتاً عصيباً. حاولوا لأكثر من عام أن يتمكنوا من إعادة الاتصال بها. استمرت المركبة أبورتيونيتي بالعمل، إذ قطعت مسافة 45 كيلومتراً أبعد من أي مركبة أخرى قطعتها على سطح عالم آخر. هل يمكن أن توجد مخلوقات مثل تلك الموجودة على الأرض؟ ما هي أشكال الحياة التي يمكن أن توجد على سطح المريخ بالضبط؟ بعد 7 سنوات على كوكب المريخ، تم تحميل برنامج جديد على المركبة يمكنها من اتخاذ قرارات خاصة بنفسها، مثل تقييم الصخور التي تتطلب المزيد من البحث والاستقصاء. اكتشفت المركبة أبورتيونيتي معادن وتشكيلات كان من الممكن أن تتشكل فقط في وجود الماء، وهو دليل محير يشير إلى أنه ربما الكوكب يدعم وجود الحياة. نعتقد أنه في هذا المكان على سطح المريخ لفترة كان بيئة صالحة للسكن. يفترض أن نكون على سطح المريخ. لم نتواصل مع المركبة أبورتيونيتي منذ يونيو 2018. بعض الأشخاص في المهمة سيحزنون على فقدان عربتهم الجوالة، لكن الأمر لا يتعلق فقط بإنجاز الروبوت. إنه في الواقع أشعر أنني سأبكي.
إنه الإنجاز الذي حققوه. تغير المريخ كثيراً على مدار 50 عاماً الماضية التي كنا نستكشفه فيها. كوكب فيه أنهار وبحيرات ومحيطات وبحار مالحة، جو غني بطبقة أكثر سمكاً من الأكسجين. أظهر لنا المسبار كيوريوسيتي أن جميع الشروط الأساسية للحياة، كل ما يشكل الحياة هنا على هذا الكوكب، موجودة على المريخ. لقد توصلنا إلى أن الصخور هنا كانت غارقة في الماء السائل. على الرغم من أن الشروط الأساسية قد تكون موجودة، إلا أن مسألة الحياة على المريخ لا تزال من دون إجابة، وهي محط المزيد من التحقيقات للمركبات المتجولة. البيانات التي نملكها حالياً مجزأة، وقد يكون هذا إما بسبب حقيقة أن ليس هناك حياة أو أننا فقط لا نبحث في الأماكن الصحيحة. مارس 2020 هو تاريخ بدء مهمة العربة الجوالة التالية المقرر إطلاقها. سنقوم باستكشاف منطقة قديمة من المحتمل أنها كانت صالحة للسكن، لكن في هذه الحالة نحن لا نبحث عن علامات القابلية للسكن، نحن في الواقع نبحث عن علامات الحياة الماضية، وينبغي أن توفر هذه ثروة من المعلومات الجديدة والمثيرة للغاية حول المريخ، ربما حول وجود حياة ماضية. على الرغم من أننا ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت الحياة موجودة على المريخ، إلا أن هناك خططا جريئة كبيرة قيد التنفيذ بالفعل لاستعمار الكوكب خلال القرن المقبل. المريخ بعيد جدا عن الأرض، ولا توجد أي وسيلة مساعدة أو بنية تحتية لجعل ذلك ممكناً. أي جهود نبذلها للذهاب إلى المريخ، سواء كانت روبوتية أم بشرية، ستكون نوعاً ما من الحملات الاستكشافية في البداية. الاستعمار هو شيء يتطلب الكثير من الجهود في تكوين البنية التحتية اللازمة، وقد يحدث يوماً ما، لكننا في الوقت الحالي بعيدون كل البعد عن تحقيق ذلك. يقول البعض إنه يجب علينا ترك المريخ كحديقة وطنية نقية من نوع ما. قد يقول الآخرون إنه كوكب كامل يحتوي على مساحة يابسة أكبر من الأرض، دعنا نذهب إلى هناك ونستعمر الكرة الأرضية بأكملها. نحتاج إلى السياسيين والمشرعين والأطباء وعلماء الأخلاق الذين يقولون يمكنك الوصول إلى المريخ، لكن قد تكون رحلة باتجاه واحد، لذا هل يجب أن نرسلك إلى المريخ؟ ليست لدينا إجابات. قبل عام 1990 كانت الكواكب في نظامنا الشمسي هي كل ما كنا نعرف بوجوده، ولكن في ذلك العقد تم اكتشاف عوالم جديدة بحجم كوكب المشتري تقريباً في أماكن أبعد في مجرتنا. تم اكتشاف الدفعات الأولى من الكواكب التي رصدت على الأرض بواسطة تلسكوب في جبل سترومولو، لكننا لم ندرك مدى انتشارنا إلى أن أظهر لنا تلسكوب كيبلر الفضائي الذي أطلق في عام 2009 أن هنالك كواكب مثل كوكبنا موجودة في كل مكان. لقد كانت كيبلر مهمة فريدة جداً تم بناؤها. كان أول تلسكوب يرصد أي بقعة من السماء كل 30 دقيقة. كانت مهمة تلسكوب كيبلر هي استكشاف كواكب شبيهة بالأرض بالحجم نفسه تقريباً وفي المنطقة الصالحة للسكن في الأنظمة الشمسية، ونجح في ذلك. نحن على دراية بأننا لسنا وحدنا، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أدركنا أننا لسنا متفردين في هذا الكون أيضاً. أخبرنا كيبلر أن هناك 20 مليار كوكب مثل الأرض في مجرتنا وحدها، وهناك تريليونا مجرة في الكون. السؤال إذن، هل يجب أن نتساءل حتى إذا كان هناك شيء آخر؟ لكن كما أوضح كيبلر، فمن السخافة أن نسأل هذا السؤال، لأن الإجابة ربما تكون نعم. التقطت المركبة فويجر 1 واحدة من أشهر الصور التي تم التقاطها لكوكبنا على مسافة تزيد على 6 مليارات كيلومتر من أرضنا، تعرف باسم النقطة الزرقاء الباهتة، ويمكن رؤية الأرض محاصرة في شعاع الشمس مثل ذرة من الغبار، ويبدو أنها وحيدة في كون فارغ. هذه هي الطريقة التي سنبقى عليها إلى أن يتم اكتشاف الحياة خارج كوكبنا. نعم، يبدو أننا وحدنا، لكن هذا المفهوم قد تغير، لأن هناك المزيد من رحلات الاستكشاف ستأخذنا إلى أبعد من المجرة وما وراء حدودها، بالإضافة لرصد كواكبنا القريبة، فقد يتغير هذا المفهوم في لحظة. مهما كانت للمركبة الفضائية قدرة على التجول في الفضاء، فلن تكون قادرة على العودة إلى بداية الزمن عندما بدأ الكون للمرة الأولى. ما حدث في تلك الثواني القليلة الأولى كان سؤالاً شغل بال أعظم علمائنا. يمكن أن يساعدنا العثور على الإجابة على فهم طبيعة الكون والتنبؤ بمستقبل الأرض البعيد.
الناس يسألون دائماً السؤال نفسه، لماذا أنتم موجودون هنا؟ ما هو الانفجار العظيم وما الذي كان خارجه؟ أي شخص يدعي معرفة الجواب كاذب، لأننا لا نعرف. وفقاً لنظرية الانفجار العظيم، بدأ الكون بانفجار ضخم واحد منذ حوالي 13 ملياراً و800 مليون سنة. في جزء من الثانية نما الكون بشكل لا يصدق. هذا التضخم الكوني هو عملية توسع مستمر، لكن العلماء استنتجوا أن قوى الجاذبية من شأنها أن تبطئ التمدد مع الانهيار النهائي في نوع من الانفجار العظيم العكسي أو الانهيار الكبير. كان السؤال المطروح في الثمانينيات والتسعينيات: ما مدى بطء نمو الكون؟ ومتى سيتوقف عن النمو؟ إذن متى سينهار الكون من جديد على نفسه؟ في التسعينيات كان فريقان مستقلان وذوا قدرة تنافسية عالية يتسابقان للعثور على الإجابة باستخدام عمليات الرصد للتلسكوب هابل للنجوم المتفجرة. في عام 1998 توصلا إلى النتيجة نفسها غير المتوقعة. لا يبدو أن التوسع الكوني يتباطأ على الإطلاق، تبين أنه يتسارع. كلاهما وجدا الإجابة المناقضة للتوقعات تماماً. كانت نتيجة مجنونة بشكل مذهل وغير متوقعة، قلبت تماماً ما نسميه علم الكونيات، وهو يمثل وجهة نظرنا للكون رأساً على عقب. أشار الاكتشاف إلى أن قوة غير معروفة مندفعة في الفضاء كانت تصد الجاذبية وتضخم الكون بمعدل متسارع أكثر فأكثر، وهذه الظاهرة المجهولة شكلت معظم الكون المعروف. نطلق على هذا الشيء اسم الطاقة المظلمة، لذلك عندما نضع كلمة الظلام أمام شيء ما، فهذا يعني أننا لا نعرفه ولكنه موجود. 70% من الكون كله يتكون من هذه الطاقة المظلمة بشكل حرفي، 70% من كل شيء. حصل الاكتشاف على جائزة نوبل للعلماء من كلا الفريقين في عام 2011. إنه تغيير جوهري للغاية. لا يتكون الكون بشكل أساسي من أشياء مثلي ومثلك. بالنسبة لعلماء الفيزياء الفلكية، أثارت الطاقة المظلمة تحديات وأسئلة جديدة لا حصر لها. نحن نجهل حوالي 95% من الكون. يعتقد أن المادة المظلمة تشكل معظم المادة في هذا الكون الذي نعرفه، لكنها لا تتفاعل مع الضوء، ويستدل العلماء على وجودها من خلال جاذبيتها. الطاقة المظلمة مختلفة تماماً. المحير أنه قد تكون هذه الطاقة في الواقع طاقة الفراغ الفضائي، وكلما زاد هذا الفراغ زادت هذه الطاقة، وبزيادة هذه الطاقة يزداد الفراغ من جديد. حل لغز الطاقة المظلمة هو الآن محور التحقيقات المكثفة في جميع أنحاء العالم. لدينا سؤال كبير وإجابة مفتوحة تتطلب الإجابة عنه الكثير من العمل من قبل مئات الأشخاص في جميع أنحاء أستراليا وأوروبا والولايات المتحدة وتشيلي، لأن ما نسأل عنه هو أكبر شيء في الكون ويشكل معظمه ونحن نجهله، لذا نريد أن نعرفه بطريقة ما. يحتاج العلماء المشاركون في مسح الطاقة المظلمة إلى الرجوع بالزمن إلى الوراء قدر الإمكان من خلال رصد النجوم التي تبعد مليارات السنين الضوئية، ومن أجل ذلك يحتاجون إلى تلسكوبات كبيرة جداً هنا على الأرض. كنا نستخدم تلسكوب سيرو تولولو في تشيلي، وهو تلسكوب يبلغ قطره 4 أمتار، بالإضافة لتلسكوب أنجلو الأسترالي في مرصد سايدينغ سبرينغ لإجراء مسح الطاقة المظلمة، وما أدركناه أننا بحاجة إلى استكشاف مسافة أبعد لقياس خصائص الطاقة المظلمة. منذ عام 2013 تم مسح 300 مليون مجرة بحثاً عن أنماط في التركيب الكوني قد تكشف ماهية الطاقة المظلمة. حتى يومنا هذا بقيت الطاقة المظلمة لغزاً. بشكل مذهل كان أينشتاين هو من ألمح إلى وجود الطاقة المظلمة قبل 100 عام عندما توصل إلى ثابت كوني، قوة يمكنها مواجهة الجاذبية وإنشاء كون ثابت. عندما اكتشف إدوين هابل أن الكون كان يتوسع في عام 1929، تخلى أينشتاين عن مفهومه الخاص، لكن اتضح فيما بعد أن أينشتاين كان على حق. هذا الرجل ليس مخطئاً ولا أفهم ذلك. كان أينشتاين أول من رأى المكان والزمان على أنهما أشياء فعلية قائمة بحد ذاتها
وليست بيئة كبيرة تحدث فيها الأشياء. في نظريته النسبية يتم تشويه الزمكان بواسطة الأجسام الضخمة مثل الكواكب، وهذا تشويه محسوس بالجاذبية. الفضاء ليس نكرة، إنه مسألة معقدة. إذا أردنا توصيفه كما لو كنا نوصف قطعة من الخشب أو شيء من هذا القبيل، فهي مادة شديدة الصلابة، لذلك من الصعب جداً تشويهها. لكن أينشتاين قدم أيضاً توقعاً استثنائياً آخر. قد تسبب إحداث الطاقة العالية في الكون تموجات في الزمكان تسمى موجات الجاذبية. قال إنه نتيجة تصادم الأجسام الضخمة في الفضاء مع بعضها، أو حتى بسبب تشكل الكون، سترسل هذه التموجات في المكان والزمان. ستمر هذه التموجات نظرياً عبر كل شيء وتنتشر عبر الكون. موجات الجاذبية بحد ذاتها ليست شيئاً ثابتاً، بل لها بعض الترددات. لذلك عند تردد معين لموجات الجاذبية ستتشوه، ستصبح أولاً أطول قليلاً، ثم تصبح أقصر قليلاً وأكثر عرضاً وأطول وأنحف وأقصر وأكثر عرضاً. لكن مقدار التردد الذي تصبح عنده أطول أو أقصر صغير جداً بشكل لا يصدق، وهذا ما يفسر أن فراغ الكون شديد الصلابة. لم يتخيل أينشتاين أنه ستكون هناك تقنية حساسة بما يكفي لإثبات نظريته. لم يمنع ذلك العلماء في جميع أنحاء العالم من إنفاق مئات الملايين من الدولارات على المحاولة. وفي التسعينيات بدأت فرق مختلفة في الولايات المتحدة وأوروبا ببناء مقاييس تداخل عملاقة مصممة لاكتشاف موجات الجاذبية. كان ذلك تحدياً كبيراً، لأنه يمتد على مسافة كيلومترات. إنه جهاز ضخم بدلاً من شيء نسيطر عليه ونضعه على منضدة. كان علينا أن نصنع مقياس تداخل كان أكثر حساسية بمليون مرة من أي مقياس تداخل تم بناؤه على الإطلاق. يتكون مقياس التداخل من ذراعين متعامدين مع مرآة في نهايتهما. يتم تقسيم شعاع الضوء إلى أسفل الذراعين، وإذا كان طول الذراعين مماثلاً تماماً، فستستغرق الأشعة نفس القدر في الوقت للعودة. أي تشويه في الزمكان من شأنه أن يشوه الأذرع، ما يؤدي إلى تغيير طفيف في وقت سفر الليزر. كان بالفعل الجهاز الأكثر حساسية الذي يرصد موجات الجاذبية، لذا بحثنا ولكن لم نرى شيئاً. قاد باري باريش فريق ليجو الأمريكي خلال سنوات عديدة من الترقيات والبحث. كان أحد أكبر تحدياتهم هو كيفية عزل أنفسنا عن اهتزازات الأرض تحتنا. كيف نعزل أنفسنا عن اهتزاز الأرض نفسها؟ إنها تهتز كثيراً رغم أنك لا تشعر بذلك عندما تمشي على سطحها، ولذا فإننا نستخدم تقنية لقياس اهتزاز البيئة بشكل فعال على مبدأ سماعات الأذن في طائرة التي تقيس هدير المحركات، ومن خلال قياس هدير المحركات يمكن إلغاؤها. جاءت أخيراً اللحظة التي كانوا ينتظرونها. كنت في كاليفورنيا وجاءت الإشارة الأولى في الساعة 4:50 صباحاً 14 سبتمبر 2015. سيداتي وسادتي، لقد اكتشفنا موجات الجاذبية، لقد فعلناها. كان رد فعلي هو الذعر. ما الخطأ الذي نرتكبه؟ كيف نخدع أنفسنا؟ بعد تحقيق دقيق أكد الفريق على اكتشافه. اكتشف ليجو موجة جاذبية. أترى هذا الشيء؟ إنه مجرد اهتزاز. وكيف تعرف ما هو؟ إن الفرق وهو 20% من الثانية توافق بالتفصيل مع معدلات أينشتاين. لذلك يمكننا القول إنه كان هناك اصطدام بين ثقبين أسودين. يمكننا معرفة مدى بعدهما ومدى ثقلهما. كانت كتلتهما تزيد 30 مرة عن كتلة شمسنا، وأنهما اصطدما قبل 1,300,000,000 سنة. حصل اكتشافهم على جائزة نوبل في عام 2017. مع اكتشاف موجات الجاذبية تم فتح طريقة جديدة تماماً لدراسة الكون. إن سألتني عن الفائدة طويلة المدى، الأكثر إثارة للاهتمام
والأكثر أهمية لاستخدام موجات الجاذبية؟ فالإجابة على الأغلب ستكون دراسة الكون المبكر جداً. السؤال الذي يثير اهتمامي كفيزيائي جسيمات سابق هو ببساطة: لماذا نحن هنا؟ ما زلنا لا نملك الإجابة عن سبب وجودنا هنا وإلى أين نتجه، أو ما إذا كانت هناك حياة في مكان آخر من الكون. لكن على مدى السنوات الخمسين الماضية أصبح الفضاء محورياً لكل شيء، من الاتصالات إلى الترفيه إلى قولبة المناخ. من دون المساعي البشرية في الفضاء ستكون حياتنا على الأرض مختلفة اختلافاً جوهرياً. ومع دخول المؤسسات الخاصة في استكشاف الفضاء سيستمر فهمنا للكون في التوسع. سنعلم أنه يمكننا البقاء على قيد الحياة على كواكب أخرى مثل القمر وربما المريخ وربما حتى بعض أقمار المشتري وزحل. من المحتمل أن نتساءل عن زيارة الكواكب حول النجوم الأخرى. كل هذه التكنولوجيا أصبحت ممكنة الآن. الفضاء السحيق هو الحدود الأخيرة واللانهائية، حيث يمكن للبشر شق مسارات جديدة ورسم خرائط لعوالم جديدة والقيام باكتشافات لا حدود لها أبداً. هذا ما نفعله كبشر، نبحث ونتعلم ونقوم باكتشافات منذ لحظة ولادتنا إلى لحظة وفاتنا.